أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خواهران و برادران عزیز، به برنامه آنلاین مؤسسه فرهنگی اهل بیت قسمت دوم خوش آمدید. لیبه گشویستا، ich heiße Sie alle herzlich willkommen zum zweiten Teil des اهل بیت کلتورفعین آنلاین پروگرام des Donnerstags, nämlich دعا کومیله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك السؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك السؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلاوي وأفرد بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعت الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطوالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما ابتلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا. وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف الضر والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزئين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء
فتجاوزت بماجرا علي من ذلك بعث حدودك وخالفت بعث أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قصاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك فقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مستغفرا منيبا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك في إياي سعة وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وحاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وثالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقد الضمير منه بيك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيته هيهات انت اكرم من ان تضيع من ربيت او تبعد من ادنيت او تشرد من اويت او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي والهي ومولاي اتسلط النار على وجوه قرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نتغد بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بيك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سن إلى أوطان تغمدك طامئة وأشارت
استغفارك مذعنا، ما كذبنا بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي، صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين،
ولو نادي أنك أينا كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث مستغيثين يا غياث المستغيثين آقای آجدا در التماس دعا داریم. آقای جعفری منتظر خیلی است. ممنون، خیلی ممنون، تقبل الله. يا سلام عليكم. غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك وبحمدك أسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاقت مأزابها بمعصيته وحبس بين أتباعها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك زجيج مؤمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أتباعها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إثره منها وتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنوب بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أغتوا لولا ما حكمت بي من تعذيب جاحدي
وغديت به من خلال إيمان دينك، فجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك، قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم وشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا رب يا ربي يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربي، يا من بيده ناصيتي، يا لمن بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا رب يا رب
يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وآمالي عندك مقبولة حتى تكون آمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إلي شكوت أهوالي يا رب 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 قو على خدمتك جباري أشتد على العزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وادنو منك دنو المخلصين وخوفك مخافة المغنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك وأغربهم منزلة منك وأخشهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واغلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي اكفني شر الجن والانس من اعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء
يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم الرأس موله الرجاء، وصلاه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وآل محمد. وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، الحمد لله على الأرباح آه الهجرية حزمتي حزمتي بثنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيتم، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين أبي الفضل العباس وعلى أخت الحسين زينب الكبرى جميع ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن أمن يجيب المر كرا إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب سر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وكاشف السوء عن المضطرين. التماس دعا جناب آقای دکتر. خیلی ممنون، خدا قبول کنه انشاءالله از شما دو تا برادر بزرگوار. ما خواهش خدا خدا حافظ. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خواهران و برادران لیبگش بیستا، شب جمعه است، یادی کنیم از گذشتگان، به خصوص اونهایی که در این هفته به رحمت خدا رفتند، من جمله در شهر مونیخ. Liebe Geschwister, wir sollten die Verstorbenen gedenken, insbesondere die in dieser Woche von uns gegangen sind, speziell in Stadt München. با ذکر یک صلوات و فاتحه و اخلاص. Mit einer Fatiha, mit einer Salawat, Fatiha und Ikhlas. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. خداوند همه گذشتگان مورد رحمت خود قرار ده. او گفت فگیب علی فگننن. پروردگارا ما را در راه دین ثابت قدم بفرما و ما را از گزند این مریضی محفوظ بدار. او گفت lasse uns in unserem Glauben stark bleiben und schütze uns vor dieser Krankheit. پروردگارا این مرض و بلیه را از کلیه بشریت رفع فرما. O Gott, beseitige diese Krankheit von der Menschheit. Mit Barakat, mit Segen, Muhammad wa Ali Muhammad, Salawat bar Muhammad wa Ali Muhammad, mit Segen auf Salawat auf Muhammad und seine Familie. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajjal farajahum. Khaharan wa baradaran aziz, liebe Geschwister, به پایان برنامه آنلاین این هفته مؤسسه فرهنگی اهل بیت میرسیم و همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. Liebe Geschwister, wir sind nun am Ende unseres dieswöchigen Online-Programms des Ahl al-Bayt Kulturverein München e.V. und übergebe sie der Obhut Gottes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Als Tabajö haben wir Mutter Shakiram. Ich danke alle für die Aufmerksamkeit.